الخير. هل كل ما نتناوله من أغذية صالح للاستهلاك البشري؟ وهل جميع أنواع المواد الغذائية خاضعة للفحص والرقابة الصحية؟ وهل جميع المواد المستوردة تخضع لضوابط التقييس والسيطرة النوعية؟ وهل جميع المواد الغذائية التي تصل إلينا عبر المنافذ الحدودية خاضعة لفحص الوقاية من الإشعاع وخالية من التلوث الإشعاعي؟ الإجابات على هذه الأسئلة على صعيد القرارات وما مكتوب على الورق تقول نعم، ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف جدا. فبين الحين والحين نسمع عن دخول مواد مسرطنة، وهناك مواد فاقدة للصلاحية، ولعل حادثة بسكويت الأطفال واحدة من أمثلة عديدة، كما أن الأطعمة المعلبة وما يتعلق بالصلاحية ونوعية المنشأ كلها تضع علامات استفهام أمام ما طرحناه من أسئلة. ليس هذا فقط، فانتشار ذبح الخراف والمواشي في شوارعنا دون الخضوع للفحص والرقابة الصحية يضيف لما طرحناه بعدا جديدا. وشيء جديد هذه المرة هذا التطور غير المسبوق أيضا في تقنيات الإنتاج الزراعي وتأثيره الكبير على كيفية إنتاج المحاصيل وتخزينها وتوزيعها واستهلاكها، في ظل خطورة الاستخدام الواسع للأسمدة الكيميائية والمبيدات والعقاقير في الزراعة، وكذلك في مصانع تجهيز الأغذية وإضافة المواد الحافظة إليها وغيرها. هذا فضلاً عن المياه المعبأة في عبوات مختلفة بأنواعها الكثيرة المحلية منها والمستوردة، وما تمثله من خطر كبير على حياة الناس إذا ما كانت غير خاضعة للرقابة الصحية. كلها عوامل تزيد قلق المستهلك إزاء جودة الأغذية وسلامتها. كل هذا يشير إلى أن هناك في أسواقنا وفيما نتناوله من أغذية هو خارج شروط السلامة وصلاحية الاستهلاك البشري. فأين أجهزة الرقابة الصحية والتقييس والسيطرة النوعية من كل ذلك؟ نتابع بعد التقرير. سلامة الأغذية والمشروبات تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان، ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين: تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية. وانتشرت اليوم في الأسواق العراقية مواد انتهت صلاحيتها، إلا أن بعض ضعاف النفوس قد غيروا هذا التاريخ وأدخلوها بصفة جديدة مع ما تحمله من أمراض وأخطار صحية، وهي تضر النفس البشرية والاقتصاد في نفس الوقت. تأثيراتها جدا خطيرة، منها الصحية على صحة المواطنين، ويؤثر على تفاقم الأمراض، وأكيد هناك أمراض لا نعرفها، ما يعني استنزاف للأموال بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للحكومة كوزارة الصحة، وهذا راح يجينا نحتاج إلى موازنات للقضاء على الأمراض الناتجة. الجانب الآخر هي استنزاف الأموال في أسعار هذه السلع الفاسدة، وهذا ما معناه تسريب للأموال، أو بمعنى آخر هو تهريب أو غسيل للأموال بجلب سلع فاسدة، وهذا أيضا أثر على الاقتصاد. مسألة تغيير التواريخ مسألة أول من ينظر بها هو المواطن العراقي، لأن هذا قد تؤدي إلى انتهاء حياته ودوره، أو قد تؤدي إلى أمراض مسرطنة، أو قد تؤدي إلى أمراض أخرى هو في غنى عنها، وبالتالي هو يدفع نفس الثمن لو كانت المدة الصلاحية ما تغير منتهية. هناك ناس نفعيين يعملون على تحقيق غرضين، الغرض الأول غرض شخصي، يعني إنسان يريد يطمح بأن يحصل على مال غير مشروع على حساب الآخرين. المحور الآخر هو أن هناك أجندات خارجية من قبل تجار خارجيين يعملون من ضمنها على ليس فقط على الإرهاب، وإنما على أضعاف الشعب العراقي عبر هكذا منتجات منتهية الصلاحية. ليس بالضرورة أن يربح من هذه السلع، وإنما أن يعمل على قتل الشعب العراقي. انتشار كبير لهذه المواد، ولعل أكبر دليل يعبر عنها هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يوميا من الصباح إلى المساء من دون غطاء يحميها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان القيظ اللاهب يذيب أسفلت الشوارع،
فماذا عن مدة صلاحية المواد الموجودة داخل هذه العلب؟ إذن مدة الصلاحية هنا أصبحت موضع شك كبير، إلا أننا في نفس الوقت نرى إقبالا كبيرا من قبل المواطن على هذه المواد، ولا ندري ما السبب. والله بصراحة هو السبب الرئيسي أولا المواطن المفروض هو يتأكد من صلاحيته ويعرف بين هاي المنطقة خاصة الشارجة أو الباب الشرجي وبالجمعة يعني تيجي مواد يعني صدق غير يعني منتهي صلاحيته، فشنو يشوفها بالسوبر ماركت في الأسواق العادية يشوف سعر فرضا يعني أي بضاعة يشوفها مثل 3000 و4000 يجي هنا يشوفها بألف بألف وربع بألفين فيأخذها، يعني فأكو بيهم يعني ما يقدر يشوف الصلاحية، يعني حتى إذا يقول لك منتهي راح تنتهي في أسبوع أسبوعين أو يوم يومين يقول لك أنا راح أخذها في سبيل حتى أستفاد من عندها. هو أكثر الناس ما يعرفون هاي الشغلة مال منتهي الصلاحية، يجي على الرخص يجي على هذا ويشوف الناس هوسه ما يعني ما يقرأ. سبب يعود لمن؟ يعود المواطن لو يعود البائع لو يعود للحكومة؟ وهسه اكو بائع هم ما يعرف ويبيع بس ما يعرف يعني يجوز هم ما يقرا ويكتب اللي يبيع. اي بكثافك وعلى مود رخص سعرها، لان سعرها بالاسواق كمثال الحليب سعره بخمسه احنا نبيعه باثنين ونص ب3000، اكو سبايك قريب بس هو ما عليه شيء مقدماته نفس الماده بس فرق او شهر او شهرين، اكو بنفس الماده اللي بالمحل على السعر مالته رخص يشتغل العالم عندنا بالبسطيات. تكون فترة الصلاحية دليلا أكيدا على جودة المنتوج، فلا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع بدءا بالصانع ومرورا بالتاجر والبائع وانتهاءا بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبرا على ورق. وهنا يكمن دور المنظمات والجهات الرقابية على هذه المواد كونها انتشرت وتفشت في أغلب الأسواق حفاظا على سلامة الجميع. معادلة صعبة جدا مضمونها لماذا وكيف ومن لنصل للناتج، لماذا نجد هذه المواد منتشرة في الأسواق العراقية مع ما تحمله من سموم وأمراض، ومن المسؤول عن إدخالها مع وجود الرقابة، وكيف دخلت هذه المواد إلى الأسواق، والناتج هو المواطن الذي قد يجد قوته من خلال هذه المواد مع ما تحمله من سموم وأمراض لرخص سعرها أو لجهله بها. سرمد إليك هذه المعادلة أنت وضيوفك الكرام لتجدوا لنا الناتج النهائي. لبرنامج بالشمع الأحمر حسين صباح، قناة الرشيد الفضائية. شكرا حسين، حقيقة الناتج سيكون إن شاء الله في سياق الحلقة. لكن مشاهدينا المتابع، في وزارة الصحة هناك قسم الرقابة الصحية وفرق المتابعة والتفتيش، لنرى ماذا يقوم هذا القسم على صعيد ما مكتوب من مهام على الورق. تشير التعليمات إلى خضوع جميع أنواع المواد الغذائية لفحص فرق وأجهزة الرقابة الصحية وتأكيد مطابقتها للمستويات القياسية للاستهلاك البشري. تابعوا معنا وركزوا على مطابقتها للمستويات القياسية للاستهلاك البشري، أي أن لدى وزارة الصحة مستويات قياسية محددة للأغذية الصالحة للاستهلاك البشري. ليس هذا فقط، بل تخضع جميع المواد المستوردة للفحص المسبق من قبل الشركات الفاحصة المتعاقد معها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية. وللمتابعة أكثر، تتواجد فرق المراقبة الصحية على الأغذية في جميع المنافذ الحدودية لإجراء فحوصات مختبرية وسحب نماذج إلى مركز الوقاية من الإشعاع لإثبات خلوها من التلوث الإشعاعي. هذا على صعيد الورق اللي قرأناه الآن، لكن على أرض الواقع هل تعتقدون أنه هذا الأمر يعني مطبق بحذافيرة؟ إذا كان هناك عمل، واحنا ما ننفي حقيقة تأكيد لدى الوزارة فرق متابعة وهذه المسميات والعناوين اللي ذكرناها هي موجودة، لكن هل التطبيق على مستوى الطموح، على مستوى يعني المسؤولية اللي تطلبها لحماية الناس؟ هذه حياة الناس يوميا تتعرض للخطر بسبب وجود مواد اكسباير في الأسواق،
قد يكون منها قسم منها مسرطن مثلا إذا ما مفحوص المياه المعبأة في عبوات مختلفة الأحجام؟ هل متابعة؟ هل المصانع أو المعامل هذه مجازة صحيا؟ تتابع هذه المصانع؟ كل هذه الأشياء إذا ما تم أخذها بنظر الاعتبار راح نشوف كثير من الخروقات موجودة، وبالتالي حياة الناس هي اللي راح تتعرض للخطر، ومنها طبعا ما أشرنا إلى في مقدمة الحلقة ذبح الخراف والمواشي في الهواء الطلق مثل ما نتابع. المشكلة الأكبر المواطن اللي يتعامل مع مثل هذه الخروقات وما يأخذ بنظر الاعتبار سلامته الأهم وسلامة أطفاله وعائلته ويتعامل مثل هذه الأشياء، مرة بسبب الأسعار، مرة بسبب عدم ثقته ببعض المناشئ فبالتالي يعتمد على مناشئ أخرى. هذا بالتالي يعني المسؤولية مشتركة، مسؤولية الجهات الرقابية هي رقم واحد، والمسؤولية في الرقم اثنين على المواطن اللي ما يخاف على صحته ويتعامل مع مثل هذه البضائع بلا أبالية وأحيانا بسبب رخص الأسعار مثل ما شفنا بالتقرير، وبالنهاية حياته هي اللي على المحك. تقرير آخر هذه المرة من البصرة وبعدها نعود. باعوا الذمم تعددت أساليبهم، هناك من يغش في الأدوية وهناك من يسرق قوت الفقراء ومن يبيع الأغذية الفاسدة الغير خاضعة للرقابة الصحية من علب ومزججات حوت على سموم تناولها المواطن العراقي، غير آبهين خطورة ما ينجوه بحق المستهلك الذي بات غافلا عن زيف ما صنعوه من تغيير أرقام الصلاحية أليكس باير. إذا تريد تقتل شيء سوي به لجان، بس هي اللجان يعني هي أشياء مؤسسية، بمعنى آخر أنه أنت إضافة إلى إحنا عندنا مؤسسات تراقب المنافذ سواء كانت الصحية سواء كانت السيطرة النوعية، وبنفس الوقت الرقابة مو فقط هناك، يعني ممكن تهريبها وممكن ما أدري شنو، يعني كثير من الأمور تراقب حتى المتاجر، يعني الدوائر المعنية بالحدود وبالهائمة تدخل لنا البضاعة لازم يشوفوه. طبعاً طبعاً ما أخذ شيء لو ما أقرأ الإكسباير مالته أبد نهائياً، ما يعني حتى لو نوبات ما أنتبه لي أسأل الولد. هسا أنا سألته قلت له هاي المعجون ما دام عليه عرض معناه مدة الصلاحية يعني حتكون محدودة، فلازم أقرأها وأشوفها أقل شيء في 3 أشهر 4. أصحاب المحال التجارية أبدوا برأيهم عن حقيقة استيراد هذه المعلبات من مناشئ عالمية ومحلية لا علم لديهم إذ كانت أرقامها وتأشيراتها خاضعة للرقابة الصحية أم لا، ومن غير المستبعد أن تضرب تواريخها من قبل المورد العام لهذه البضائع. تجينا هنا دائرة صحة البصرة دائما بين فترة وفترة تجي تتابع الأكسباير، يعني بالضبط أكو شغلات يعني هي بيها أكسباير يعني مدة طويلة، يقول لك هذا مخصصت لأكسباير المفروض أقل، هو بي أكسباير مدة طويلة شمرتها ذبتها برا يعني ما خلى. شوف الكثير من يعني حتى التجار اليوم يتلعبون حتى الموضوعات التواريخ على مود يمشون بضاعتهم، هذا شنو تسمي؟ بالضبط هذا اللي يأخذ من شركات غير معروفة يتورط بهيك شيء، بس إذا تعرف شركة معروفة تجي هي بسيارتها بعارضتها ببرادها هذا بعد ما تقدر شلون تسيطر إنه تلعب أو ما تلعب. كلجنة الصحة ومنذ تولينا لهذا المنصب ساهمنا وفعلنا دور الرقابة على المنافذ الحدودية بهذا الأمر، طبعا تم رصد عدة حالات منها اللحوم الفاسدة التي تم نشرها في السابق، تم حجز هذه المواد وإتلافها بالكامل، تم رصد وجبة من الأسماك المعلبة المنتهية الصلاحية بفترات كبيرة وكبيرة جدا، تم الإمساك بوجبات غذائية منتهية الصلاحية تذهب إلى اللجنة المكلفة بإتلافها. مع شديد الأسف وجدنا حالات أنه بعض ضعاف النفوس يتم التعامل مع التاجر على إطلاقها حين إجراء عملية الإتلاف وإبلاغ المسؤولين على أن المواد تم إتلافها، هذه الحالة تم رصدها، تم معاقبة المسؤولين عن هكذا أمور. مسؤولو الرقابة والسيطرة النوعية عبروا عن واقع هذه الظاهرة بأنها أصبحت متفشية ومستشرية بشكل غير معقول مع شدة رقابتهم على تجار هذه المواد، سيما تم رصد الكثير من هذه الحالات وتم إتلافها بشكل مستمر، حيث الجهات المعنية بدورها ما زالت تضبط هذه البضائع بغية تخليص المواطن من مخاطر هذه السموم.
احنا كعملنا في مركز المحافظة او في الداخل متابعة المشاريع الصناعية الموجودة في المحافظة، وعندنا مسؤوليات ثلاث محافظات: البصرة، الميسان والمثنى كمنطقة جنوبية. متابعة المشاريع الصناعية المجازة من قبل التنمية الصناعية. بالنسبة للمواد الداخلية، احنا بالنسبة لنا كجهاز عندنا رقابة على المنتجات، فحص عشوائي ناخذ من المنتجات الداخلية للبلد، تطلع لجان للمنافذ الحدودية وتسحب نماذج من المستوردات. أول ما تجي المواد نستلمها، نسجلها، عندنا سجلات خاصة يعني بالمختبر نسجلها، نجيب النموذج للمختبر. إن كان سائل إذا مثلا أكو أشياء معقمة، هي معقمة من أصلها، فنحضنها، نحضنها 5 أيام إلى 7 أيام. إذا مو معقمة مثلا العصائر غيرها الماي، نشتغلها مباشرة، نجي نخلي بالبايو سيفتي نسحب من عنده 1 مل، ونقدر يعني 1 مل ونزرعه بالطبق ونخلي فوق الميديا، نخليها تجمد الميديا، نحضنها بالحاضنة. مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السيطرة النوعية واللجان الصحية من أجل انتشار وإتلاف ما هو مروج في الأسواق من مواد منتهية الصلاحية للحفاظ على حياة المواطن. ببرنامج بالشمع الأحمر، علي عدنان، البصرة. شكرا للزميل علي، كان هذا التقرير من البصرة. وللكلام أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور عمار ياسر جابر، مسؤول وحدة إشراف بغداد في قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا دكتور. بداية دكتور، يعني على صعيد التعليمات تبدو الأمور جيدة، لكن ماذا عن الحال في أسواقنا اليوم من بضائع البعض منها منتهية الصلاحية، قد يكون البعض منها بمشاكل، وهذا ما يأشر عليه المواطن بشكل مستمر؟ لازم تعرفون بالنسبة للمواد الغذائية أكو مواد غذائية مستوردة. نعم. تجينا هاي تنفحص بالمنفذ الحدودي. بالإضافة إلى أنه هي تكون مصاحبة لشهادات صحية مختومة في بلد المنشأ، وتكون بها شهادات من التقيس والسيطرة النوعية في بلد المنشأ. طيب. فتدخل كلها ضمن الشغلة اللي تفضلت بها أنه شهادات صحية كلها أصلية ومصدقة ومختومة من بلد المنشأ. عفوا على المقاطعة، بالمنافذ الحدودية. نعم. عندنا مراكز تابعة لكم لوزارة الصحة. نعم، عندنا مراكز الرقابة الغذائية. فكل المواد الغذائية اللي تدخل من المنافذ الحدودية اللي موجودة عندنا يعني في البصرة حاليا، اللي تشتغل والموصل وكذلك الأنبار، ترسل نماذج من عندها قبل أن تدخل البضائع. نعم، قبل أن تدخل ترسل نماذج من عندها إلى مختبر الصحة العامة الموجود في مركز المحافظة، وبالتالي تطلع نتائجها، من ثم يتم إطلاقها إلى. طيب شنو ضمانة أنه تكون نفس النماذج اللي مرسلة للفحص هي موجودة بالسيارات اللي تنقل؟ لا هو وغير. هذا فد بروسيجر حقيقة، يعني بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. احنا حقيقة سلامة الغذاء هي من مسؤولية الصحة، ولكن عندنا جهات كثيرة تتعاون ويانا في سبيل أنه نحصل على الهدف المنشود منه. فإحنا عندنا البضاعة الداخلة من إقليم كردستان أيضا خاضع على نفس الإجراءات؟ نعم هي خاضع، تدخل على كركوك يعني؟ نعم. وبالإضافة إلى هذا الشيء عندنا سيطرات موجودة، هاي السيطرات إذا كانت البضاعة، يعني طبعا راح يطلبون من عندهم الشهادات الصحية الخاصة، ولكن مع هذا الشيء يعني أكو من موظفين متابعين لكم في هذه السيطرات؟ نعم، بالسيطرات موجودة، وإحنا نتابعها أيضا من قسم الرقابة الصحية، نطلع عليهم ونتابعها بشكل فصلي تقريبا، يعني كل 3 أشهر نطلع ونتابع ونشوف شنو الإيجابيات والسلبيات الموضوع، وإذا لقينا مثلا فد موضوع معين يحتاج إلى تعليمات أو يحتاج إلى فد تفاصيل معينة، راح نتخذ بإجراء موضوع يعني إجراء اللازم. مع هذا هاي المواد الغذائية بعد أن تطلق وتطلع نتائج إيجابية راح تروح إلى المخازن قسم من عدة، والقسم الآخر راح تروح إلى الأسواق. طيب. فهذا الأسواق يا أما يوفر لها الأجواء المناسبة لها أو سوء خزن وبالتالي تتعرض لها. سوء خزن بالضبط، فهو هذا الموضوع اللي راح نحكي عليه. انه هاي الماده، يعني انا سؤالي شلون تتسرب المواد التالفه الى الاسواق اذا كان اكو مثل هذه الاجراءات والحدود؟
نعم اكو يصير يعني اكو مثلا طرق خزن غير صحيحه بالتالي هي مفحوصه في المنفذ الحدودي ونتائجها كانت جيده بعد ان دخلت الى المحافظه نتيجه سوء الخزن مالتها ادى الى تلفه فراح تباع بال 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 عفوا على الارصفه مو تالفة احنا ما نقدر نقول تالفة او مو تالفة بس احنا نقول صار عليها سوء خزن بالتالي بالتالي اكو عندنا فرق الرقابة الصحية في كل شعب الرقابة الصحية موجودة في بغداد والمحافظات تطلع تقوم بعملية متابعة هاي الأسواق وأيضا سحب نماذج من عندها وإحنا استحصلنا موافقات من قبل يعني المعالي وزير الصحة بأن هناك سلفة مستديمة ونسحب من عندها نماذج وندسها للمختبر وتطلع نتائجها وناخذ الإجراء وإذا كان النتيجة سلبية نعم إذا كانت نتيجة سلبية نتلف المادة الغذائية الموجودة في الأسواق المعينة أو موجودة في المخزن الفلاني لأن هي من دخلت من المنفذ دخلت بطريقة صالحة للاستهلاك البشري بعد أنا عندي مخزن A يختلف عن مخزن B يعني كل مخزن إلى طريقة الخزن مالته إذا يعني صار عندكم الدليل أنه هذه البضاعة تالفة نعم إجراءكم يكون تلافها نعم واذا امتنع التاجر لهذه البضاعه لا احنا هذا اذا امتنع احنا ندخل بها الجهات ذات العلاقه ذكرت لك اني لتنفذ نعم نعم لتنفذ نعم نروح الى وزاره الداخليه طبعا مشكوره نروح الى أكو وزاره لجان تعاون بيناتكم نعم نعم اكو تعاون احنا حتى يعني قمنا قبل فتره شهرين حملات صحيه بالتعاون مع الجريمه الاقتصاديه واتلفنا كميات كبيره يعني عندي ارقام يعني يمكن ما تتصورها انه عندنا مجموع المواد الصلبة خلال ثلاثة أشهر اتلفنا 317,597 كيلوغرام وعندنا كمية المواد السائلة اتلفنا خلال ثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 360,643 كيلو لتر فعندنا كميات كبيرة مع العلم احنا بالمنافذ الحدودية عندنا توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه ما تتلف المادة اللي تطلع العفو يعني تالفة في المنفذ الحدودي رجحها إلى بلد المنشأ ليش لأن يعني المواقع التمر عندنا يعني ما تقدر تستوعب هالكميات الكبيرة من المادة المتلفة وهذا بالتالي يعني هل ممكن يكون كل المخازن نعم. وكل الأسواق هي تحت سيطرة فرق الرقابة نعم والتفتيش نعم. يعني هل تصل فرقكم إلى كل الأسواق وكل مخازن التجار احنا خصوصا بعض قد يكون بمناطق سكنيه ما تعرفوا انه موجود بالضبط يعني احنا عندنا اسواق الاسواق تقريبا يعني اغلب الاسواق هي هسه يعني حصلت على الاجازه الصحيه كانت سابقا يعني هو هذا السؤال ايه انه يعني بعض الاسواق وبعض المخازن هي في مناطق سكنيه وبين الازقه احنا مشكلتنا حقيقه مو ويا الاسواق الصغيره راح يبيع اغلبها مواد جافه المواد الجافه يعني ما تحتاج الى درجه تجميد ولا درجه بروده لا المعلبات تحتاج إلى درجة حرارة الغرفة يعني فما تحتاج إلى درجة تبريد احنا عندنا بس إذا كانت هي أصلا تالفة من قبل احنا عندنا مشكلة ويا مخازن المبردة حقيقة اللحوم الأسماك وهذا دا نسوي عمليات يعني حملات صحية في مناطق بغداد البياع أو جميلة أو غيرها ومستمرين بالحملات يعني وتوجيه من إذن كيف تفسر أنه وجود مثل بعض البضائع التالفة أو اللي غير صحيحة الاستهلاك؟ مو قلت لك أستاذ وجود إذا كان أكو مثل هذه الحملات شلون تتسرب؟ نعم أولا خلي العفو إحنا نذكر أرقام الأرقام عدد الكادر يعني عدد الكادر مناسبة مع عدد المحلات ما يتناسب يعني اكو فرق ما بين عدد الكادر الموجود طبعا الكادر تدري انت الكادر اللي يشتغل في سلامة الغذاء لازم يكون مدرب ولازم يكون مجهز احنا حقيقة هسه يعني حلينا هاي المشكلة من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي وجبنا ناس ولكن يعني هم في طور التدريب وفي طور التأهيل لكي يكونوا قادرين على اتمام الرسالة طيب دكتور راح نتوقف عند هذه النقطة وايضا نكمل الحوار حولها بعد ان نتابع تقرير اخر هذه المرة من النجاح وبعدها نعود واردات العراق من السلع الغذائية باتت تشكل الجزء الأكبر من حجم التبادل التجاري للعراق في ظل انفتاح اقتصادي أغرقت فيه الأسواق بكم هائل وتعدد نوعي من المنتجات الغذائية الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية الحفظ السليم لتلك السلع مع توفر الرقابة اللازمة لتحديد صلاحيتها
الحقيقة منذ عام 2003 ولحد الآن بدأت البضائع الأجنبية تدخل من كل مكان. هذه البضائع يعني ما تجد من يحمي المستهلك، ولهذا تجد بعض الأمراض تصيب المواطن بسبب سوء استخدام وسوء خزن هذه المواد. نجد أنه صاحب المحل يريد أن يصرف بضاعته بنفس الوقت ما عنده مخازن الكافية اللي تبريد في وقت الصيف بالشتاء أماكن يعني تحمي المنتج، ولهذا شوف ردة الفعل. بالإضافة إلى أنه إحنا كنا نشاهد قبل أنه وجود رقابة من دائرة الصحة من دوائر الصحة، وبالأخص أنه نوجه من خلال قناتكم إلى دائرة صحة النجف أنه تكون جادة أكثر بتشكيل لجان تراقب للمواد المستهلكة لضرورة يعني حماية المستهلك من الأمراض. مختصون في المجال الزراعي وعلوم الأغذية حذروا من الآثار الصحية السلبية التي قد تسببها الأغذية التي لم تصنع وفق المعايير القياسية، مشددين على ضرورة تثقيف المواطن نحو الاعتماد على المنتجات الطبيعية. فتوجهت المجتمعات الآن نحو توفير غذاء بعيد عن استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات، وبالتالي للحفاظ على صحة الإنسان وتوفير صحة عامة، وكما يقال الوقاية خير من العلاج، وتعتبر الأغذية الصحية التي يتناولها المجتمع هي خير علاج أو خير وقاية لأمراض ربما المجتمع يكون بعيد عنها لو استخدم المنتج الطبيعي. دعم الاستثمارات الوطنية في قطاع الصناعة الغذائية تعد وبحسب آراء المختصين من أهم الخطوات التي ستؤتي بنتائج اقتصادية مثمرة، فضلا عما ستحققه من اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية المحفوظة. الحقيقة هذا الموضوع موضوع حيوي وأساسي، لأن يجب أن يبدأ به البلد، لأنه احنا عندنا الصناعة الغذائية بصورة عامة متدنية بشكل كبير، وهناك موارد كثيرة أولية موجودة في البلد ممكن استغلالها وتشجيع القطاع الخاص يعني على الولوج في هذا النوع من الاستثمار، وبالذات القطاع الخاص والقطاع العام أيضا مهم في دخوله في هذا الموضوع، وبالتالي العملية تؤدي إلى حدوث تنمية مستدامة في موضوع الصناعة الغذائية. أيضا أن الزراعة يحتاج لها يعني دعم وتطوير، وخصوصا في مجال الانتاج الحيواني، لانها تدخل جزء كبير منها يدخل في الصناعات الغذائيه وخصوصا مشتقات الحليب. رغم الاستهلاك المتزايد للسلع الغذائيه المستورده المتنوعه المناشئ، الا ان تطلع المواطنين والمهتمين بصحه الانسان وغذائه لا زال يصبو نحو المزيد من الاجراءات الرقابيه الصحيه تاره، ونحو دعم المنتج المحلي من الغذاء تاره اخرى. لبرنامج بالشمع الأحمر، محمد جاسم، النجف الأشرف. شكرا للزميل محمد، كان هذا تقرير من النجف، وطابقة الآراء وأيضا المعلومات حول الموضوع، وأنه أحيانا قد نشوف بالأسواق بضائع انتهت صلاحية وتصير عليها أحيانا عروض حتى قبل أن تنتهي. بداية وحضرتك صاحب اختصاص، عندما يكون تاريخ الصلاحية بعد شهر مثلا، أو في نفس الشهر اللي راح تنتهي به الصلاحية، هل هذا يكون ما زال صالح للاستهلاك؟ قانونا نعم، إلى آخر يوم مكتوب على العلبة. قانونا نعم، ولكن هل هاي المادة الغذائية متوفرة بها الشروط الصحية من درجة الحرارة؟ يعني إذا كان يعني نعم ظروف قياسية يعني إذا مخزونة كانت بشكل نعم جيد، إذا كانت مخزونة بشكل جيد وهي ضمن الصلاحية وبعد لها فد يوم أو يومين، وبس أهم 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 نقطة هي الظروف الخزن مالتها. يعني إذا كانت تحتاج إلى درجة حرارة الغرفة فالمفروض بدرجة حرارة الغرفة، إذا كانت تحتاج درجة تبريد مفروض تبريد، إذا كانت تحتاج درجة تجميد تجميد، إذا كانت هاي الظروف لا ضير. طيب. وإذا كانت صفاتها العامة مقتنع بها المشتري العفو، إحنا لازم يكون عند الشخص فد مبادئ أساسية عن سلامة الغذاء على مود يحمي نفسه وعائلته من 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 جراء تناول أغذية قد تكون ضرة أكثر ما تفيده. طيب في هذا الجانب
احنا تكلمنا عن قلت بعض الاحيان تحتاج الى درجه حراره الغرفه. نعم. لكن بعض هذه البضائع اللي تكون يعني قريبه فتره صلاحيه قريبه. نعم. انتهائها بالتالي راح تنزل تباع بالاسواق او تباع عند الباعة المتجولين في اشعه الشمس، مو ظروف خزن طبيعيه ما بها حراره الغرفه، بالتالي هنا ما راح تتعرض ممكن للتلف. نعم. انا اشكرك على هذا السؤال، لان حقيقه هذا السؤال هو يعني سؤال جدا جيد ويستفاد من عند المواطن اليوم، وخصوصا في 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 احنا مقبلين على فصل الصيف. فاني انصح المواطنين بعدم شراء المواد الغذائيه وخصوصا سريعه التلف من البسطيات. البسطيات نعم. نعم. وعلى الارصفه، ولان هاي الماده الغذائيه 100% هي درجات الحراره غير مناسبه لها، بالتالي طيب هي ايضا خاضعين لفرقكم تفتيشيه، ايضا ترسلون فرق تفتيشيه لا 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 لا، هذول ما نقدر لا نسحب من عندهم نماذج، ولا هاي قانونا ما نقدر نسحب من عندهم نماذج، ولكن ذولا يعني العفو خاضعين الى قانون اداره البلديات اللي هو 164 لسنه 1965. طيب عندما يكون مو هذول المفروض اكو بيناتكم تنسيق. نعم. كجهات رقابيه. نعم. احنا دورنا كوزارة الصحة، نعم بالضبط، احنا دورنا احنا ما العفو نلغي دورنا، دورنا اساسي بهذا الموضوع، احنا علينا الرصد ونرصد ونخاطب الجهات ذات العلاقة لإزالة هذا التجاوز، وبالفعل الجهات ايضا تطلع وتقوم بعملية الإزالة، ولكن الناس المقبلين على شراء هاي المواد الغذائية يجعلون الشخص البائع يجيب كميات بعد اكثر، لان يعني دا تمشي البضاعه مالته اكثر من الاسواق اللي موفر الشروط التبريد ومخلي الماده الغذائيه باعتبار هو بدون محل وبدون بالضبط ايجار بالضبط، فيبيعها اقل السعر اقل، بالتالي احنا ننصحهم المواطنين بعدم شراء المواد الغذائيه وهي تكون عرضه لاشعه الشمس، وخصوصا احنا في فصل الصيف تصعد درجه الحراره الى 50 او احتمال اكثر. طيب قبل ان ننتقل لنقطه اخرى وهي نعم. مهمه حقيقه ومحور مهم في حلقتنا لهذا اليوم وهو المياه، بودي اسالك عن اللحوم، ذكرت في كلامك اللحوم والاسماك نعم. المستورده نعم. وهي مصدر شك عند الكثير من نعم. الناس صح. احيانا يعني يقول انه قد يكون بها مشاكل صحيه، احيانا قد تكون غير مطابقه للشروط القياسيه للاسواق العراقيه نعم. في هذا الجانب كيف اجراءاتكم؟ احنا حقيقه نسمع كثير عن اللحوم وبالتالي يعني اجرينا تقريبا كافه الفحوصات عليها. احنا تدري اللحوم اولا تخضع لقانون الصحه العامه والتعليمات الصادره ونظام الاغذيه، وبالتالي حتى قرارات الهيئة الاستشارية تدخل بها. قرارات الهيئة الاستشارية هي مو بس من وزارة الصحة، هي من عدة وزارات بالدولة. بالتالي اللحوم احنا الدرجة الأولى هي من مسؤولية دخول اللحوم مسؤولية وزارة الزراعة كونها الوزارة اللي لها بالتحديث الوبائي لمرض إذا كانت بيضاء لمرض فلاونزا الطيور وجنون البقر، يعني الدول اللي بيها هاي الأمراض ما نستورد من عندها اللحوم، هاي كخطوة أولية بعد دخولها إلى البلد المفروض يعني هي ينسحب من عندها نماذج وترسل إلى المختبر. موضوع اللحوم حقيقة نسمع دائما عليه، ولكن لكن احنا لما ننزل المختبرات الفاحصه نسحب من عندنا نماذج وننزل المختبرات ما نلقى هاي الموضوع دائما، يعني حسب التقارير الموجوده عندنا يعني نسبه 90% من عندها تكون صالحه للاستهلاك البشري. اذا اكو 10% غير صالحه للاستهلاك البشري؟ لا العفو مو 10 لا هذا بالضبط، يعني اني هم نصيحه لاخواننا، لما انت تشوف لحوم معروضه خارج البراد، البراد هي ناقص 18 يعني مو معناته العفو يقول لك عالق تبريد او معروضه، هسه احنا نشوف في اسواقنا العامه عارضها عرضه يعني. لاشعه الشمس او للهواء الطلق، بالتالي هاي عوادم السيارات والملوثات البيئيه كلها راح تلوث اللحوم، وكذلك عمليه اذابه هاي اللحوم تعرضها للتلوث الجرثومي نعم. فبالتالي هاي اللي تكون فاشله، يعني هي طريقه الخزن وايضا طريقه الخزن، يعني ايضا تتابعون هذا الموضوع في المخازن برادات نعم نعم اللحوم. نعم احنا لما نطلع ونرصد هيك حالات راح يكون لها اتلاف مباشر، لان هذا تعتبر فاشله فيزيائيا، يعني ما ندزل المختبر اصلا نفشلها فيزيائيا، وهاي ما نحسبها من ضمن ال 10%. طيب الآن راح ننتقل إلى تقرير آخر نتابعه دكتور إذا تسمح لنا. تفضل. ومشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير هذه المرة من الديوانية وبعدها نعود.
عذرا قد انتهى صلاحية الاستعمال، جملة غابت في أسواقنا المحلية للبضائع المعلبة، ما أجبر المواطن على فحص ومتابعة تاريخ الانتهاء لأي بضاعة يشتريها خوفا من أن تكون منتهية الصلاحية أو تالفة. احنا لازم ناخذ البضاعة نتأكد من الاكسباير، لأن الاكسباير شيء ضروري، قاعد ناخذ شغلات نلقيها تلف مرات اكسبايرها منتهي، فشي أكيد واحد يتأكد من الاكسباير. هذا الشيء طبعا لازم يتباوع، لأن الاكسباير هو شيء تالف، المادة تالفة، هذا منتهي مدتها. مواد الغذائية ناخذها دائما نتأكد من تاريخ إصدارها والإكسباير مالتها، لأنه نتفاجأ مرة بالبيت ناخذها نلقى طعمها يختلف أو إكسباير ريحة كريهة بيها، يعني منتهية الصلاحية، فلازم يعني نأكد على ال دائما، والله دائما يقول يعني مو مسؤوليتي، مع أنه هو ياخذ منه بالجملة وبالجملة هم يقول مو مسؤوليتي. مطالبات بتجديد الرقابة وتوسيعها على البضائع وتخزينها لأنها تختص بحياة المواطن بصورة عامة. من اشتري اي حاجة بالسوق خاصة اذا معلبة اكيد اباع الاكسبار مالتها حتى اتأكد انه الوقت مالتها مو خلصان، يعني مو نافذ حتى بس مرات تصير انه المادة نفسها تشتريها من الاسواق تلقى بها مثلا ريحة او منفوخة العلبة، اكيد سوء الخزن، الانقطاعات المتكررة الكهرباء، بلد المنشأ اللي جاي من عدها، أكيد دول اللي يعني يخافوا من الله. كل الناس ممكن أنه تشتري من السوق، قسم يعرف يقرأ وقسم يفتهم شنو يعني قيمة الإكسباير وقسم لا، فإذا تصير رقابة ما تنعرض غير المادة الصالحة للاستهلاك البشري. طالب زيادة الرقابة المواد الصحية خاصة على المحلات والبيع المفرد أكثر. يعني أصحاب المحال أكدوا على وصول بضائع من الشركات الخارجية منتهية الصلاحية أو لم يبقى سوى شهر على الانتهاء، ما حدا بهم أن يعملوا على فحص منتجاتهم بين الحين والآخر، فضلاً عن متابعة مستمرة من قبل الفرق الصحية. البضائع تالفة نشوف احنا الكارتون أول ما نجي الفحصة ونشوفه، إذا تاريخه مثل بعيد بشهر شهرين نستلمه، وتجي الصاحب بين فترة وفترة يشوف خاف مزور الكارتون أو بتلاعب، يأخذون عينه من كل أجبان أو من كل شيء يفحصوها. احنا عندنا متابعة دورية بالنسبة للمواد الغذائية اللي عندنا موجودة بالمحلات، فاللي انتهت صلاحيتها اذا مادة قليلة مثلا احنا راسا نتلفها، واذا مادة مثلا كميات كبيرة نبلغ بها مرات الجهات المعنية يعني الجهة الصحية فهم يقومون بتلفها. قسم المواد لا مو تجي يعني منتهية الصلاحية، اما سوء خزن عند التاجر او مثلا بها يسمونها تلف فيزيائي، يعني اما المادة الحافظة اللي بها مو تمام او طريقة التصنيع مالتها غير جيدة. مطالبات المتابعة للبضائع والمنتجات المعلبة جاء بعدما زادت من تواجدها في الأسواق المحلية، والذي يحتم على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت. لبرنامج بالشمع الأحمر زيد علي، الديوانية. شكرا زميلنا زيد. تابعنا مشاهدينا بعض الآراء من المواطنين، وأيضا كانوا يتكلمون عن ضرورة فحص فترة صلاحية الإكسباير، وهذا موضوع مهم بالنسبة لسلامة استخدام هذه المواد. قبل أنه نتكلم عن موضوع المطاعم بدي نتكلم عن المياه. دكتور، كثير من الأنواع اليوم موجودة بالأسواق المحلية منها والمستوردة، عبوات مختلفة الأحجام من الأحجام الصغيرة القنان الصغيرة إلى العبوات الكبيرة التي تستخدم في برادات المياه، وبالتالي تساؤل وعلامة استفهام، هل تخضع هذه المعامل للرقابة الصحية، خزاناتهم، طريقة التعبئة، طريقة الخزن، وبالتالي عندما تعرض بالأسواق متعرضة لكل هذه المراحل؟ نعم، بداية تقوم كل شعب الرقابة الصحية في أقسام الصحة العامة في المحافظات وفي بغداد الكرخ والرصافة بزيارة دورية شهرية إلى هذه المعامل، وأحيانا يعني يكون زيارتين خلال الشهر الواحد لإجراء الكشف الصحي وتطبيق الشروط الصحية، ومن ثم الكلام اللي تطرقت إليه كل هذا يطبق أثناء الكشف الصحي.
وأثناء الكشف الصحي راح يتم سحب نماذج من هذه المياه. المجازين هم أساساً من السحاب؟ نعم احنا عندنا أكثر من 150 معمل مجاز. الغير مجاز إذا فرقكم مثلاً دخلت معمل وقيت غير مجاز؟ هو احنا العفو يمكن طلعونا على قنوات قبل فترة شهر، قمنا بحملة موسعة جداً. طبعاً نشكر من هذا المنبر الجريمة الاقتصادية اللي ساندونا وطلعنا إلى كافة أنحاء بغداد، حتى في مناطق العفو ما نقدر نوصل لها كنا سابقاً. وقدرنا نوصل ونرصد هاي المعامل ونتخذ عليها الإجراءات وإتلاف مادة المي، وكذلك غلقناها بالشمع الأحمر واتخذنا بها أقصى العقوبات. فإحنا إجراءاتنا ماشية، خصوصا احنا مقبلين يعني الآن بدينا فصل ولكن الصيف، ولكن احنا أيضا نرجو من المواطنين الإبلاغ عن المعامل المياه اللي تكون متخفية، وخصوصا المناطق الزراعية. المناطق الزراعية عندنا مشكلة، يعني ما نقدر نوصل لها. احنا عددنا مقارنة بالمعامل والمحلات الموجودة عندنا نقص بالكادر، فهاي المناطق الزراعية راح تكون صعبة الوصول إليها. إذن تطلب تعاون المواطن بالإبلاغ عن طبعاً قنوات الاتصال بكم شنو هي؟ كيف ممكن انه يبلغ عن هذا الامر؟ احنا كل شعب الرقابه الصحيه عندنا صندوق شكاوي، مجرد انه ما يذكر اسمه فقط يعطي المعلومات يخليها في كل شعب الرقابه الصحيه، يعني من المحموديه الى الطارميه كل شعب رقابه صحيه، وكذلك في جانب الرصافه. واذا يريد يعني يجي الى قسم الرقابه الكائن في العطيفيه احنا حاضرين، ايضا عندنا صندوق شكاوي واحنا نستقبل كل الشكاوي. حقيقة احنا الوقت يعني ضيق، لذلك بودي أسأل عن كثير من الأشياء، ومنها طبعا المطاعم الرقابة عليها. كنا نشوف دائما بعض المطاعم تغلق وتعلق لافتات انه هذا مخالف للشروط الصحية. الآن كثير من الناس يقولون هل غابت هذه الرقابة اليوم عن المطاعم؟ حالات تسمم احيانا تصير، استخدامهم اللي احيانا بعض الوجبات تقدم بها تكون فاسده، يعني هذا الامر اين انتم منه؟ احنا حقيقه بالنسبه للمطاعم هو مشابه لموضوع المعامل، ايضا نقوم له بزياره دوريه، وايضا كادركم قليل ونتابع. لا احنا كادرنا يعني هو الكادر نفسه، بس احنا المطاعم هي يعني اسهل من المعامل، لان المطاعم موجوده ضمن رقعه جغرافيه قليله، فحركه التنقل لها تكون اسهل من المعامل، فبالتالي احنا تقريبا مغطين كل المعامل. لكن كثير المطاعم اليوم ما عندها اجازه صحيه مثل ما لا العفو، احنا عندنا يعني اذا تشوف احنا الغلوقات والغرامات اللي متخذيها على المطاعم خلال الفصل الاول من عام 2014 لثلاثه اشهر مجموع الغرامات 2460 غرامه، وكذلك العفو غرامه و2448 حاله غلق. إذن احنا يعني مو مدى ناخذ الاجراء، دا ناخذ الاجراء وفق النواقص الصحية المثبتة عند صاحب المحل. واما بخصوص حالات التسمم فاحنا كل حالات التسمم تجي يمنا ونتخذ الاجراء الدوري عليها. اغلب حالات التسمم الموجودة واللي هي قليلة جدا يعني احنا نرصدها وتجي الاوليات كلها يمنا، اغلب الحالات التسمم اللي موجوده حاليا يعني واحد او اثنين يصير عنده حالات اسهال بالمستشفى ويتماثل للشفاء، لان احنا نروح نزور المستشفيات ونتخذ اجراء. اشوف معك هذه الكارتات يبدو انها هي خاصه بالمطاعم. احنا عندنا اسبوع الرقابه الصحيه نقوم به كل سنه، الغرض من عنده هو التوعيه الصحيه. احنا التوعيه الصحيه ضروريه جدا واكد عليها مرارا وتكرارا. الموضوع هذا موضوع هسه احنا عندنا ارشادات، طبعا هاي نوزعها ونعلقها عند اصحاب المحلات، الغرض من عنده على مود يلتزمون بهذه الشروط الصحيه واللي هذا طبعا راح تنجح من موضوع الرقابة الصحية وموضوع سلامة الغذاء، وبالتالي تقل كل الشغلات اللي ذكرتها من ضمنها حالات التسمم الغذائي. نعم. تابعنا وياك دكتور وأيضا مع مشاهدينا تقارير من مختلف المحافظات. الآن معنا تقرير من إيران، فنتابع كيف يتم معالجة مثل هذا الأمر. عند الحديث عن ثقافة الاهتمام بتاريخ صلاحية السلع والمنتجات الغذائية عند الشعوب، فإنك تتحدث عن حالة عامة تهم الجميع دون استثناء. هنا في إيران الوضع ليس بمختلف عن باقي البلدان،
إن لم تكن الحساسية تجاه مدة صلاحية المواد مبالغ فيها. إنه حي جوردن أحد أكثر الأحياء رقياً في العاصمة، وهذا متجر لبيع البروتينات بكافة أصنافه، وهذه صاحبة المتجر تتحدث عن ظاهرة التدقيق في فترة صلاحية المأكولات عند الطبقة المرفهة. معظم سكان هذه المنطقة من الطبقة المرفهة جدا، من النادر أن أصادف أحد الزبائن أن لا يهتم بتاريخ صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، وإن صادفني مثل هذا الزبون فأكتشف لاحقا أنه مسافر أو ما شابه. طبعا اهتمام الزبائن الأجانب الذين يقصدون هذا المحل أكبر بتاريخ صلاحية البضائع. محصولات إيرانية خارجية ممكنة مثلا بخاطر انك قيمتهاش بالا تاريخ. قبل اي شيء اتفحص تاريخ صلاحية السلع سواء في هذا السوق او في باقي الاسواق، فهناك محال ربما لا تراعي هذا الامر، فيتوجب علينا ان ندقق بالرغم من وجود عقوبات صارمة تطال المحال المخالفة التي تبيع المنتجات المنتهية صلاحيتها. وارد معقولاش نمتونم بشام چرا ولی این ذهنیتو داریم که أنا لست من هذا الحي، لكنني آتي إلى هنا لشراء حاجيات ومستلزمات المطبخة، فإني لا أثق بكل متجر خاصة إذا كان يبيع البروتينات واللحوم التي تفسد سريعا. طبعا هنالك أسواق مركزية ضخمة أيضا موجودة في كل أحياء في طهران تعرض السلع الغذائية يوما بيوم. في إيران أسواق الأحياء الفقيرة تعج بالبضاعة المحلية، بينما تمتلئ متاجر المناطق الغنية بأشهر الماركات العالمية. وإذا كان شراء السلع الأجنبية من مظاهر التفاخر عند البعض، لكنه ليس كذلك لدى آخرين. لا أريد القول أن السلع الإيرانية أفضل، لكنني أعتقد أن تاريخ صلاحية المواد الغذائية الإيرانية أفضل، لأنها توزع مباشرة في الأسواق، بينما تبقى البضائع الأجنبية فترة في المخازن قبل ترخيصها وتوزيعها على الأسواق، وهذا يقلص من فترة صلاحياتها. وبينما يدرج تاريخ انقضاء الصلاحية على المنتجات المعلبة وغير المعلبة حتى كالبيض واللحم والرغيف، لا وجود لتاريخ يحدد طزاجة العصائر على سبيل المثال. بالتأكيد هنالك من يخالف قوانين الصحة ولا يراعي النظافة وطراوة الفواكه المستخدمة. نحن هنا أما أن نستعمل الفاكهة المجمدة إن لم تكن في موسمها وهي لا تفسد في هذه العادة، وأما أن نعصر الفواكه الصالحة وإن لم نفعل فسنخسر زبائننا الذين نعرف معظمهم منذ سنين. بالرغم من وجود عصائر طبيعية معلبة موجودة في الأسواق ذات فترة صلاحية طويلة، إلا أني أفضل عصائر الفريش بكثير. أما بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى كلها يضاف عليها مواد حافظة وهي مواد كيميائية غير صحية. أعرف الكثيرين الذين لا يهتمون لتأريخ صلاحية مأكولاتهم إلا إذا كانت منتهية منذ فترة طويلة، لكنني أهتم كثيرا لهذه المقولة، بل لدي حساسية قصوى تجاه السلع الغذائية المنتهية صلاحيتها. معظم المنتجات هنا في الأسواق محلية الصنع، ولأنها أقل جودة من نظيراتها الأجنبية فعادة ما يكون تاريخ صلاحيتها محط تدقيق واهتمام، بالرغم من مراقبة دورية وفجائية تقوم بها وزارة الصحة باستمرار. أحمد البحراني، الرشيد، طهران. شكرا لزميل أحمد من إيران، وتابعنا الاهتمام الكبير بهذا الجانب من قبل الناس والاهتمام بتاريخ الصلاحية. دكتور، هناك جانب أخير نتكلم عنه في نهاية حلقتنا هذا اليوم، وباختصار لو سمحت نتكلم عن ظاهرة ذبح الخراف المواشي في الهواء الطلق، ونشوفها منتشرة في كثير من المناطق، والناس تعتقد أنهم بعيدين عن الرقابة وماكو إجراء حقيقي تجاههم. أولاً هذا موضوع جداً مهم، لأن موضوع يؤدي إلى عملية الذبح خارج المجازر يؤدي إلى انتشار الأمراض المشتركة. طيب، موضوع بناء المجازر، لو كانت أكو مجازر صاحب الحلال يروح يذبح بالمجزرة وينتهي الموضوع. إحنا رازدين هذا الشيء
ونفاتح به وزارة البلديات لأن كونها مسؤولة عن إنشاء هذه المجازر. فما عندنا بعد حلول غير هذا. بس أريد أذكر في نهاية برنامجنا موضوع البيض. موضوع البيض حقيقة جوهري، وخصوصا إحنا مقبلين على فصل الصيف. أنا أيضا دعوة إلى المواطن بعدم شراء البيض المعروض خارج المحل، لأن هذا البيض وكذلك تدقيق تاريخ الإنتاج والنفاذ، كون البيض يفسد في درجات الحرارة بالتالي راح تكون المادة الغذائية. أيضا تتابعون هذا الموضوع باستمرار؟ نعم إحنا نتابعه وإحنا كل هذا راصدي ونوجه أصحاب المحال، ولكن عدم أنا أقصد الإجراء مو فقط التوجيه. نعم الإجراء نعم رسمي. نعم ولا إحنا عدنا ذكرت لك الأرقام 2400 والألفين كلها بخصوص مثل هذه الأشياء. نعم هذه واللحوم وغيرها هذه الأشياء نعم وبالتالي هي أكثر شيء المواد الغذائية السريعة التلف. وبالتالي أيضا دورنا إحنا نتمنى عليكم أن يكون هناك إجراء سريع ورسمي تجاههم، ونشيد عليكم ونكون معاكم، ونتمنى أن يكون هناك جدية أكبر في التطبيق. في نهاية حوارنا أتوجه بالشكر للدكتور عمار ياسر جابر مسؤول وحدة إشراف بغداد في قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة. شكرا جزيلا. أشكرك وأشكر الإعلام اللي سلط الضوء على هاي الأمور اللي إن شاء الله راح يستفاد من عدها المواطن. شكرا لك. أما أنتم مشاهدينا، فوضى في الاستيراد وتعدد المناشئ وغش في عمليات تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية المستوردة وضياع مسؤولية الرقابة على الأغذية المسرطنة وعمليات ذبح للمواشي في الشوارع دون مانع أو رقيب، ومطاعم تقدم الطعام لزبائنها دون رقابة ومتابعة صحية أحيانا إلا في حالات قليلة. كل هذه الحالات تقول أنت في مواجهة طعام مميت دون رقابة صارمة. يقال في أدبياتنا إن الإنسان أغلى ثروة، لكننا أضعنا بوصلة العناية به، فلا اهتمام صحي بطعامه ولا رقابة على ما تعرضه الأسواق من غذاء، وحدودنا مفتوحة لتجار الموت يمارسون لعبة الأرباح الفاحشة على حساب الناس وصحتهم وحياتهم. فمتى نحول التعليمات والقرارات إلى واقع حقيقي؟ ومتى نتخلص من النفوس الضعيفة التي تقبل أن تكون لعبة في يد تجار فاسدين؟ أسئلة تبقى مطروحة بانتظار من يخلصنا من طعام الموت. فهل من مجيب؟ في أمان الله. شكرا دكتور. هو أكثر الناس ما يعرفون هاي الشغلة مال منتهي الصلاحية. على السعر ما ترخص يشترون العلم عندنا بالبسطيات.